من رأى أنه يؤذن في المنام ويصلي ما عليه من فريضة فإنه يرزق بحجة وعمرة في هذا العام، نسبة لقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ومن أذن وأقام الصلاة فإنه يحيي سنة، وإذا أذن بين قوم ولم يجيبوه فإنه يعاشر قوما منافقون. وخيركم من يوعظ في منامه.